احنا دلوقتي يا اولاد رجعنا لزمن كده في العهد القديم، ايام ما يعقوب كان عايش هو واولاده. يعقوب كان قاعد ودخل عليه ابنه جاد، وقعدوا يتكلموا مع بعض في موضوع غريب. لا بلاش. يابا يلا خلينا واقفين، خلينا واقفين. ايه يابا جاد؟ ايه يابا قول لي يا ابني فين اخواتك؟ مفيش، يابا اللي مع الغنم واللي بيشوف بقى حاله وكده و... يعني كل واحد جدي بيعمل حاجه يعني بيشوف حاله. اسمها ايه بنتي؟ دينا. فين دينا؟ انا ما شفتهاش بقالي فتره. يا جدي ما انا، يا جدي مين؟ يابا ما انا زيك كده بالظبط، برضه ما اعرفش عنها حاجه. ما انت عارف انه بنتك، ما تقولش بنتك، ان بنتك طول عمرها ماشيه بدماغها. ما تقولش بنتك. ما اقول ايه؟ قول دينا، قول دينا. يعني ايه ماشيه؟ يعني ايه ماشيه بدماغها؟ انت بتقول ايه الكلام ده؟ يعني ماشيه بدماغها يا جد يا يابا. يعني ماشيه بدماغها؟ يعني ما اكيد لازم تمشي بدماغها عشان تعرف الصح من الغلط. يابا يابا انت عارف، انت عارف ان احنا كلنا تحت طوعك وبنسمع كلامك. صح، بس هي، هي ما بتسمعش كلام حد عشان هي بنتك. ما تقولش بنتك، ما قلنا اسمها دينا. طب هي دينا يعني بتعمل حاجه غلط اليومين دول ولا ايه؟ بصراحه هي ملمومه كده على شله، ملمومه كده على ناس، وانا مش مطمن يابا، مش مطمن. وقعدنا نقول لها كذا مره يا دينا ما ينفعش، يا دينا ما ينفعش، ارعي غنم، اقفي في المطبخ، اعملي سيقي الارض، اعملي اي حاجه. تعرف انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ في شرف العيله. وفعلا دينا بصراحه كانت ماشيه مع ناس مش منهم، مش ولاد ربنا، ما يعرفوش حاجه عن تقاليدهم وعاداتهم وسلوكياتهم. وفضلت ماشيه معاهم فتره، تلبس زيهم، تاكل زيهم، تخرج زيهم، لحد ما حصلت حاجه وقفت كل ده. الحق يابا. في ايه يا جاد؟ الحق يابا. في ايه؟ دينا بنتك. ما تقولش بنتك، ما تقولش بنتك. ايه انت اتكلم كشت؟ بديك بالكشت، هديك بالكشت طول ما انت بتضايق ابوك. بتضربني بالكشت يابا؟ هديك بالكشت. انت بنتك في... بنتي فين يابا؟ دينا في واحد ضحك عليها ورجعنا. يعني ايه ضحك عليها؟ يعني كانت لابسه حاجه بتضحك؟ لا يا يابا. قالت نكته بتضحك؟ لا يابا. يعني ايه بيضحك عليها؟ اسمعني انت. بصراحه في واحد ضحك عليها وهي رجعت منهاره عياط. هو ومش هينفع اقول ايه اللي حصل. هو هيكون ده اللي انا خايف منه. هو يابا، هو ده شرف العيله اللي بيتبهدل ده؟ هو انت خايف يا رب ليه؟ انت خايف على شرف العيله ومش خايف على بنتك. يعني ايه مش خايف على بنتي؟ يعني ايه يضحك عليها؟ احنا مش هنسكت. لمي اخواتك، لمي اخواتك بسرعه. تعالى كشت لمهم. كفايه ضرب بقى يابا. كشت اتلبس. استنى استنى يا جدع. استنى شرف يا رب ربنا. فعلا قرروا ينتقموا من شكيم ده اللي غلط مع دينا وبهدل العيله خالص. بس تفتكروا بقى، تفتكروا بقى بعد الحاجات اللي انتوا عملتوها دي. خلاص اخرج بره يا يعقوب، اخرج بره يا يعقوب، اخرج بره يا يعقوب. بس خلاص خلاص. انت ضربت بجد. معلش قدامك شويه. يلا نرجع للمعمل. يلا يلا نرجع للمعمل. واحد اتنين تلاته اوبا. بس 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 معلش. انا عارف، انا عارف ان انت بتقمصت الشخصيه قوي عشان انت ممثل بنتي شاطر. بنتي يا جد هو في اغلى من الضنا. صح صح، بس ما ينفعش نقعد نفضحها بقى كل شويه. صح خلاص مش هفضحها. ده يعني كان ماشي. انت هتعمل مع جمزاته اللي انت عمال تعملها. انا مش فاهم في ايه، في ايه؟ اتحمقت شويه معلش. تفتكروا بقى اللي دينا عملته ده كان صح؟ يعني هو مش صح قوي يا جدي، بس هنعمل ايه طيب؟ ما هو الموضوع زي ده ما فيهوش هزار. من اول فين بقى دينا غلطت؟ من ساعة يا جدي لما مشيت بدماغها. برافو عليك،
هي قررت ان مش مهم بابا واخواتي ولا اسال حد ولا اقول لحد حاجه. صح. انا هفضل ابعت صور. انا هفضل اروح مع الناس اللي هم اصلا لا مني ولا زيي ولا شكلهم شكلي ولا طباعهم طباعي. لحد ما حصل مشكله كبيره كمان. يعني انت تقصد يا جدي ان الطريق ده كده كده اخر مشكله سواء زمان او دلوقتي؟ بالظبط. مع اختلاف شكل الطريقه. ايوه بس انهي طريق؟ طريق ان انا امشي بدماغي واشوف الناس بتعمل ايه واعمل زيهم. بالظبط. لحد يفتكر من اصحابنا ان انا امشي بدماغي دي حاجه غلط. لا هي مش غلط. فكر انت براحتك لكن دايما ترجع تستشير حد تقول له انا فكرت في كذا وكذا وكذا. صح. انا كونت شخصيتي وبقى عندي راي حلو لكن اسال قول ده ينفع يتعمل ولا لا فهو يقول لك ويقول لك هو ده ينفع ولا ده ما ينفعش. دايما خلي ليك مرجعيه، دايما خلي ليك حد تساله، حد تستفسر منه وتفهم منه. اوعى تمشي بدماغك بس. فكر براحتك وكون ارائك لكن خلي دايما حد ليك مرجعيه، زائد المرجعيه الكبيره جدا بتاعتنا اللي هي ايه؟ كتاب المقدس. برافو عليكم، الكتاب المقدس اللي بنرجع له في كل حاجه. ماشي يا جدع. هقول سؤال لاصحابنا واسيبكم ترجعوا الماركت. التحدي، قول لهم التحدي. اللي هيعرف القصه اللي احنا قلناها النهارده دي الشاهد بتاعها ايه؟ يبعته لنا على الصفحه بتاعت شاتو وهنجيب له هدايا لحد البيت.